وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره التحليل الفني لمباراه الاهلي والهلال. خلوني ارحب بالزميل العزيز كريم سعيد. زك كريم. ده كابتن اسلام. كل سنه طيب. طيب يا كابتن رمضان كريم، وكل سنه وكل مصر طيبه وبخير، وربنا يعود الايام دي الجميله دي على الامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله يا رب. ازيك يا ايمن؟ كل سنه وانت طيب. الاول طيب يا كابتن اسلام، كله كويس؟ كله بخير الحمد لله، الدنيا تمام الحمد لله. بكره ماتش مهم جدا. هناك البعض بيعتقد ان المباراه سهله يا كريم. لا طبعا ماتش مش سهل خالص، خصوصا طبعا يعني الحاله للاصدقاء والاشقاء في الهلال السوداني، يعني بيخلوا الدنيا متوتره بعض الشيء. مطالبه بوجود فار رغم دور المجموعات منذ البدايه ما تلعبش ولا ماتش من الخمسه اللي فاتوا، ولا شفنا حد طالب بفار في الخمس ماتشات اللي فاتوا. فجاه يعني شفنا كل واحد حقه انه يطلب اللي هو عايزه. طبعا احنا على فكره احنا لو في فار في ماتش سان داونز هنا والنبي احنا نستفيد. والله احنا والله العظيم يعني على الاقل انا ده اللي انا فاكره اللي بيجي في دماغي على طول. دايما احنا دايما يا كابتن اسلام بنطالب بفار. بس انا بتكلم حته ايه، احب دايما ان احنا ناخد الامور في نصابها. يعني احنا بعيد عن الرياضه، اللي يكسب يكسب والله، واللي يخسر يخسر. لازم دايما نحافظ على علاقاتنا ببعض، والكلام برضو لما يطلع يبقى دايما انت واخد بالك ان الكلام فيه طرف اخر هيستقبله ازاي. فاحنا طبعا بنرحب بنادي الهلال ومفيش مشكله خالص. احنا من سنتين يعني خرجناهم من دور المجموعات في المباراه الاخيره، ربما كان الامر ده يعني كان صعب شويه. خلي بالك طبيعي جدا ان الكل يبقى عايز يكسب النادي الاهلي بطل افريقيا دايما طبعًا. انا كنت بقولها كلمه يا كريم، لو بنزود الجيل اي والله ما بهزر. انا ايام ما كنت بلعب في صح. نادي ضد الاهلي، اي نادي كنت بلعب فيه ضد الاهلي كنت بحط جيل زياده عشان التلفزيون هيجي عليا كتير، خصوصا انا بلعب على الجنب. يعني انا بتكلم على نفسي عشان برضو ما حدش يقول انت بتقول على مش عارف، انا بتكلم على نفسي اهو. فيعني بتحصل في كل الناس، وده الطبيعي ان البطل دايما البطل دايما بيبقى البطل دايما بيبقى عايز يعني طبعًا. الناس كلها عايزه تكسبه، الناس كلها عايزه توصل ان هي تكسبه طبيعي. وده حق طبيعي أكيد. ولكل الفرق اكيد. نادي الهلال طبعا هو عنده فرصه وحيده ان هو يعني يتفوق بالظبط مباراه الغد، دي فرصه وحيده له، عايز يكسب. وبعد خلاص يعني سان داونز يعني خلص المجموعه النهارده بال 16 نقطه، مبروك ليهم طبعا الصداره. اعتقد رقم كبير برضه. طبعا طبعا سان داونز السنه دي تعادل واحد حاجه كبيره جدا يعني، وفرقه ماشيه بشكل كويس يعني بصراحه. احنا طبعا ان شاء الله باذن واحد احد. لا ماتش مش سهل خالص، مباراه صعبه، وكمان صعوبتها بقى هنتكلم خلال طبعا الفقره بتاعتنا ان في امور برضو خاصه اعتقد يا كابتن اسلام بالتغذيه واسلوب الاكل في بدايه رمضان، لازم اللعيبه تاخد بالها قوي قوي. يعني صعوبه الماتش ده في وجهه نظري كمان بعيده عن الاحمال وعن الفنيات، وطبعا تاثرنا بخروج المنتخب واللعيبه الدوليه اللي راجعين لنا، لكن برضو مهم جدا جدا الشيفتنج اللي بيحصل عند اللعيبه والرياضيين في اول كام يوم من رمضان، خصوصا طبعا انت بتعمل فتره صيام. هو كان واضح كمان النهارده على محمد صلاح وماني في مليون في مباراه ليفربول يعني. نعم. بمناسبه طب. بس ده طبيعي، احنا خلي بالك بيبقى اول يوم يومين. نعم. بعد كده بتبقى الدنيا طبيعيه جدا ان شاء الله. ايمن، مباراه صعبه ومباراه مهمه، والهلال جاي يكسب. الهلال اللي انا يعني انا بتابع المواقع في السودان، في اخواتنا في السودان بيقولوا ايه، وفي نادي الهلال الكل يعني يقول لك لا لازم نروح ونكسب النادي الاهلي، وعايزين نلعب ان احنا نكسب النادي الاهلي، وعايزين ان احنا نصعد ونتاهل من خلال من القاهره ومن النادي الاهلي. كيف يمكن النظر لهذا الامر؟ بمعنى موسيماني هيبص للموضوع ده ازاي؟ هتبقى مباراه زي اي مباراه بيلعبها موسيماني، ولا هيخش لها بشكل مختلف؟ لا طبعا المفروض ان يبقى فيه يعني طبعا النادي الاهلي عنده فرصتين، الهلال عنده فرصه واحده. اوكي. ولكن النادي الاهلي لازم يلعب على فرصه الفوز، يعني ما يحطش في دماغه ان في فرصه ثانيه اللي هي التعادل او اي امر اخر. لان زي ما شفنا الفرق السودانيه ممكن في لحظه بتفوق وعندها سرعات غريبه وبتعمل جمله تربك لك الدنيا ويدخل فيك هدف زي ما حصل مع المريخ بالظبط كده، يربك لك حساباتك. فلا النادي الاهلي لازم يلعب على الفرصه الواحده. أأكد على كلام كريم حاجه، ان هم دايما طبعا ده ديربي بالنسبه لانديه السودان لما بتيجي تلعب مع النادي الاهلي، فهم بيعتبروه ديربي مباراه خاصه طبعا. يعني الهلال مثلا غلب من سان داونز رايح جاي، ما سمعناش هذا الكم من التصريحات قبل المباراه. يمكن المفروض مباراه سان داونز اللي هم كان سان داونز عندهم في السودان هي اللي تبقى يعني اكثر سخونه بالنسبه لهم، لان هي دي اللي هتديهم الفرصه ان هم لما يلعبوا مع الاهلي الماتش 4-2 الماتش 4-2 وخسروا، والامور كانت عاديه، وسان داونز كان مطرود منه واحد وخسروا 4-2 والحياه كانت عاديه. فالهلال السوداني اخر مباراه لعبها في القاهره نقدر نقول هو كسب فيها النادي الاهلي كانت في 2004.
ما كسبش اي مباراه تاني الاهلي في كاف افريقيا. كان 2004 دي كانت دور 16. مستمان وجوزيه تعادلنا هناك 0-0 و هو كان الماتش اعتقد الماتش الاولاني كان هنا 1-0 كسبنا 1-0 وفي الاياب وائل جمعه لعب مهاجم كان حسن مصطفى موجود بس ده قبل ما طب تمام قبل لان دي كان الفتره اللي هي قبل 2005 اللي هي كان التعاقدات حتى وقتها اعتقد دخلنا احمد رضوان وحسن مصطفى كان ابو تريكه ما ينفعش يتسجل وكان في لعيب برازيلي ما ينفعش يتسجل بينيو بالظبط كده فكان احمد رضوان عشان كان في عجز في الباك اليمين في النادي الاهلي تسجل وحسن مصطفى الوحيد اللي تسجل برده كان ده الشروط فدي اخر خساره للنادي الاهلي من الهلال السوداني في القاهره نتمنى طبعا هي يعني ما تحصلش ما تحصلش عايز اخد برده من كلام ايمن كابتن اسلام حنوت مهم من مباراه الذهاب طبعا نادي الهلال في بدايه دور المجموعات ده الامال اللي هم كانوا حاطينها على جواو موتا وجواو موتا مدير فني كويس طبعا بيشتغل بشكل كويس جدا وعمل فرقه كويسه وعمل فرقه بتلعب كوره حلوه وشفنا مباراه ازاي فعلا الشوط الاول عامله قدامنا شوط مميز نادي الهلال في الشوط اول 45 دقيقه قدامنا ويطبقوا طريقه 4-3-3 بشكل جيد جدا ياسر المزمل واحد من الاجنحه السريعه جدا 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 اوراق هجوميه قويه جدا في نادي الهلال السوداني طبعا ساعتها حضرتك تفتكر كنا احنا برضو في نفس الشيفتنج من المونديال وهوبا نروح نلعب الماتش بتاع سيمبا بتاع كل سنه ده كنا قلقانين من الماتش ده ولعبوه الساعه 3 العصر فنادي الهلال هو فوق اعتقد فوق يا كابتن اسلام بالهزيمه اللي تلقوها من نادي المريخ في في الماتش الاول ما بينهم اللي هو 2-1 كان بالظبط اللي هو في السلام الماتش ده هو اللي اعتقد حطهم على الارض بداوا يشوفوا الواقع ان هم كانوا راسمين صوره كبيره جدا 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 ونادي المريخ برضه كان راسم صوره ان هم يعني صارفين كتير صارفين فلوس كتير قوي على التعاقدات صارفين على الجهاز الفني وكانوا حاطين امال كبيره فبالتالي احنا مهم جدا جدا ان احنا نشوف الشوط الاول اللي كان في السودان ونتعلم منه عشان في وجهه نظري ربما نادي جواو موتا بكره هيحاول يكرر ال 45 دقيقة الأولى اللي عملها بشكل كويس، الشوط الثاني يعني لعبنا أحسن من الشوط الأول لما قفشة نزل لو حضرتك تفتكر وكنا بادئين العارضة كمان بتاعت قفشة اللي في الآخر ممكن تخلص لا وإحنا برضو نفس الفكرة أيمن بدأنا ب 4-3-3 والشوط الثاني عشان الموسمين لقى الدنيا مقفلة شوية ما بنهاجمش راح منزل قفشة وبدأ قفشة فعلا ياخد الفرقة من ورا لقدام فأنا أتمنى إن إحنا نعكسهم بقى هما بيسعوا نبدأ الشوط الثاني بالظبط إحنا نلعب بنسيستم الشوط الثاني مهم قوي قوي ان احنا بكره باذن واحد احد نلعب بطريقه اقرب ل 4-3-1 وننزل نكسب يعني خلي بالك يا نقطه مهمه قوي الفرقه اللي بتلعب على فرصتين في وجهه نظري موقفها اصعب من اللي بتلعب على فرصه واحده صح اللي بيلعب على فرصه واحده خلاص جاي ما عندوش حلول اخرى عشان كده انا بحذر بالظبط عشان كده من اول الحلقه صح. انا عمال احذر صح يا جماعه الاهلي لا يملك الا فرصه واحده صح انا عارف ان هو يملك فرصتين أيوة. طبعا صح. لكن انا بقول ان الاهلي دايما بيلعب على فرصه واحده وهي المكسب لانه صدق يعني صح. الواحد في رجليه في الملعب فعارف طبعا انه لما يبقى عندك فرصتين بتبقى الدنيا ايه بتوزن لو دخل في توزن بقى لغايه لما ابقى اجيب بالظبط بالظبط تلاقي نفسك تلاقي 90 91 92 حاليا النادي الاهلي كمان الفتره اللي هي يعني ياخد من كلام كريم حاجه مهمه موضوع التسجيل المبكر ده مهم جدا يعني في الدوري النادي الاهلي كنا استعرضنا معاك قبل كده كابتن اسلام في كذا حلقه ان النادي الاهلي في الدوري صلح الحته بتاعه مظبوط الاهداف اللي هي في الشوط الاول في الدقائق الاولى بقت الربع ساعه الاولى في الماتشات بتاعه النادي الاهلي بقت هي الاكثر تهديفا صح دي في افريقيا السنه دي قليله مش موجوده يعني النادي الاهلي تقريبا في المجموعات كلها جايب بس عارف ايمن بامانه انا هسيبك تكمل حته بس انا عايز اللعيبه بصراحه كميه الشيفتنج من بطولات غريب انت بتاخد اللعيبه تصفيات افريقيا هوب يلا روح مونديال انديه هوب العب دوري افريقيا هوب العب تصفيات كاس العرب هوب العب تصفيات كاس عالم اللعيبه فعلا تم اجهادها وكمان الحاله النفسيه بصراحه يعني اللعيبه جايه لنا بصراحه ماتش السنغال بتاع داكار ده هيبقوا منهكين تماما فانت انا بصراحه السنه دي عازرهم والنقطه اللي قالها كابتن اسلام ان فعلا السنه دي الفرق كلها بصلك كان انت مرشح للقب للسنه الثالثه على التوالي فكلهم كل الناس انا بحس ان هي مش عايزه تكسب يعني انا مثلا فريق اسلام مثلا فريق اسلام مش عايز يكسب هو فريق اسلام عايز ما يخليش الاهلي ياخد الثالثه بالظبط الثالثه ورا بعض يعني مفيش نادي في افريقيا عملها فرص الاهلي السنه دي تحديدا اكبر يعني في 2007
مع الجيل حضرتك كابتن اسلام كانت برضو نفس الموضوع، بس جينا في الاخر لو تفتكر الماتشين مش عايزين يعني نعيد الذكريات اللطيفه بتاعت العرجون والحاجات دي يعني عرجون وشديد قناوي وتريكا وبركات بركات في الذهاب الانذار الغريب اللي خده، هي كره ركله جزاء على ما اتذكر يعني، مش على ما تتذكر ده مديله يعني ده كلنا وقفنا عشان الحكم يلا ما علينا. فالمره دي هيبقى في ان شاء الله يبقى في ننتهي للنهائي ويبقى في فار طبعا، وهو ماتش واحد في بلد محايده فالامور هتبقى مستقره يعني ان شاء الله بس نخلص المجموعات. طب بالمناسبه دي يا ايمن انت مع ماتش واحد ولا ماتشين؟ الصراحه في افريقيا في الوضع الاوضاع اللي احنا فيها حاليا انا من وجهه نظري ماتش واحد في بلد محايده، عشان خاطر احنا دينا بنشوف الحركات اللي بقت بتحصل في ماتشات الاياب، الله اعلم لو ماتش الاياب الاهلي ان شاء الله يتاهل يعني ماتش الاياب بيبقى مش على ارضك ايه اللي يحصل، والاهلي نفسه ليه تجربتين 2017 و2018 ما كانوش جيدين جدا لما مباراه الاياب كانت خارج ملعبه مش كوره قد ما كانت نفس المواقف اللي اتكلمنا فيها في مباراه السنغال الليزر وطوب الجماهير وطوب اللعيبه يعني مش عايزين نتكلم فيها يعني بشكل كبير لان خلاص عدت من سنين. تعرفوا اللي كان بيحصل فينا زمان ايه؟ لا الموضوع صعب وللامانه انا بحس ان هو ما بيحصلش غير معنا احنا يعني، لا تهيأ لك هو بيحصل مع ناس كثيره لكن معنا احنا في انت عشان نعم بكثره يعني الموضوع اوفر خلي بالك اصل انت يعني اصل الانديه المصريه برضو خلي بالك انت لما بتتكلم على الاهلي فهو كبير افريقي في كل شيء بكلامه بالارقام منتخب مصر منتخب مصر نفس الكلام طبعا. وبالتالي ما هو دايما انت بتعرف ان انت كبير ازاي ان منتخب البلد الفلاني لما يروح هيروح ويطلع يكسب يتغلب يتعادل كانه مفيش حاجه حصلت، لكن منتخب مصر لما يروح او النادي الاهلي لما يروح لا موضوع مختلف. ما هي عشان كده فانا وجهه نظري ان الفتره الحاليه في افريقيا هي لا تتحمل سوى ان المباراه واحده يعني. لا اتفق على يعني بس يعني اتفق طبعا هو في بلد واحده بس مش بلد محايده، اللي انت المفروض تبقى محدد البلد من بدايه البطوله يعني اوروبا قصدي يعني هي يعني بلد يعني ممكن انت تختار استاد القاهره يعني بدايه البطوله تروح ليه النهارده يا سلام الاهلي يوصل او ما يوصلش خلاص بس حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش زي الموسم اللي فات قالوا المغرب من دور الثمانيه ما ده بقى اللي مش حلو ما ده بقى اللي برضه قالوا من بدري شويه بيخش في اقساط الشكوك يعني بتستنى يا كابتن اسلام لغايه السيمي فاينل فبتقول ايه في كام فريق في السيمي فاينل اربعه فانا قلت يا جماعه دلوقتي في ضغوطات هتحصل مثلا من بعض البلدان في شمال افريقيا اصل مش عارف بلاش مصر عشان مصر فيها مقر الاتحاد وهيقعد يقول لك بقى ايه نفس الفكره بتاعت كل سنه لا انت دايما خليك زي اوروبا اعلن قرعه بالظبط اختار المدينه يعني كريم يقصد ان القرعه تتقال مثلا الاختيار يتقال مع قرعه دور المجموعات مثلا شكرا على التوضيح بالظبط طيب نرجع لماتش الهلال والهلال تاني لانه مباراه زي ما قلت لحضراتكم هي مباراه ما اعرفش ليه البعض مستسهلها انا مش شايفها ان هي مباراه سهله مش الاجواء بتاعتها يا كابتن اسلام الاجواء الاجواء رمضانيه مش يعني الاجواء لا الاجواء جايه يعني. وخلي بالك برضه العكس يا كريم زي ما انت قلت مصر والسنغال شفت اللي بيتعمل طبعًا. من قبل رمضان لبعد رمضان او قبل رمضان ورمضان حاجه ثانيه خالص ده بيفرق كتير مع اللعيبه جدا يا كابتن اسلام ومهم جدا التوقيتات احنا بنتكلم دلوقتي الفطار الساعه فيما يقرب يعني من الساعه 6 ونص المباراه 6 وربع يعني 6 وربع ماتش الساعه ان شاء الله الساعه 10 فهنتكلم ان اللعيبه في وجهه نظر النهارده حتى كان في خبر مهم جدا 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 للدكتور احمد ابو عبد ان هو عمل ميتنج وعمل اجتماع مع اخصائي التغذيه في فريق النادي الاهلي ويحددوا للعيبه على كل برضو واحد عارف برضو كل النظام اللي يمشي عليه في رمضان مهم موضوع خطير جدا بجد والله ليه يا كابتن اسلام من 6 ونص ده معناه ان اللعيب اعتقد اقصى ميعاد ممكن يدخل حاجه بطنه الساعه 8 ما ينفعش بعد الساعه 8 برضه 8 ده قريب لا ما يسيب ساعتين لا ممكن بقى تاخد انرجي حاجه يعني فيها طاقه مهم جدا بقى التنبيه على اللعيبه مهم جدا البعد تماما على السكريات ابعد بصراحه يبقى مشكله كمان سكريات رمضان صعبه وبتحتاج وقت كتير للحرق فمهم قوي 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 واحده من نقط بدايه مباريات رمضان يعني في فرق مصريه كتيره لا افتكر ماتش كان يا اما فاكر مصر وتونس تونس برافو عليك كان ساعتها كابتن شوقي غريب المباراه دي كابتن اسلام كان في تونس وفعلا احنا في الماتش ده والله ما عملنا فرصه واحده كان في كلام كتيره عن الامور الفنيه وكان طبعا كابتن شوقي غريب ساعتها كان في مشاكل فنيه كتيره في الفريق لكن في اصلا ما راحش من المرمى منتخب تونسي فواضح ان اللعيبه كان في ازمه في الموضوع اللي كان الماتش ده في رمضان كان وطبعا تونس انت عارف تونس بسم الله ما شاء الله عليهم يعني في الحلويات يعني ما يتوصوش فواضح ان الفطار ساعتها كان ربما في بعض الخروج عن النص فمهم جدا 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 التنبيه مليون مره على موضوع الفطار اللي في يوم في مباراه الساعه 10 لان
نسبه الحرق وساعات الحرق للاكل بعد فطار عادي ساعات قليل. فانت بتحتاج انت تبقى داخل المباراه دي ومعدتك فاضيه من ساعتين لثلاث ساعات وتبقى فعلا جاهز وان شاء الله باذن الله. يعني طبعا ده كمان انا دايما بعتبره ماشي بس يمكن هي وقت ضيق انا فاهم ساعتين طب. وقت ضيق جدا. انا بفتكر ان هو هيبقى فطار جيد فطار يعني فطار طبعا. وبعد الفطار ممكن بقى يعني قبل المحاضره او بعد المحاضره على طول تاخد مثلا حته كيك بتاع ما اعرفش يعني حاجه فيها انرجي يعني طاقه تديك طاقه طبعا مش اكتر من كده. ما تقدرش تعمل اكتر من كده. لا الامور دايما في الماتشات دي بتبقى يعني زي ما بنقول كده هي للاسف ان هي جايه ان دي اول مباراه وان هي مباراه تحدي يعني مصريه جدا. مصريه جدا. ان شاء الله العامل الذهني كمان مهم جدا. ما اتلعبتش النهارده لان لو كانت اتلعبت النهارده صح. اول يوم رمضان ده بيبقى صح. يعني كلنا حتى شايفين بعض عمالين نقول كلنا تعبانين مع ان اليوم لطيف وجميل وكل حاجه لكن انا بتكلم على هو ترتيبات. تغيير الموضوع ترتيبات صح. ومع تغيير المناخ كمان احنا من ساعة تغيير المناخ فالموضوع لا الموضوع صعب جدا. هي اهم حاجه بس الاعداد كمان يعني اخذ من كريم الاعداد الموضوع التغذيه زي مهم جدا كمان الاعداد الذهني والنفسي خصوصا للمجموعه اللي لسه راجعه من السنغال بعيدا عن الرحله الصعبه كمان الاجواء اللي كانت صعبه عدم التاهل لكاس العالم ويعني وارد ان بالنسبه للكابتن عمرو السوليه كابتن محمد الشناوي كابتن ايمن اشرف دي تكون اخر فرصه ليهم ان هم كانوا يقدروا يظهروا في كاس العالم تحديدا ايمن اشرف ومحمد الشناوي كان هيبقى عندهم ريكورد تاريخي ان هم الاثنين يبقوا في اثنين كاس عالم على التوالي. دي حاجه يعني بالنسبه لنا طبعا هنا في مصر مهمه جدا. ما بتحصلش كتير يعني ما بتحصلش خالص اجيال يعني بالنسبه للاجيال اللي جايه بالنظام الجديد بتاع كاس العالم خلاص يعني الناس الدنيا مفتوحه مفتوحه ولكن كان تحديدا الكابتن محمد الشناوي كابتن عمرو السوليه وكابتن ايمن اشرف كان هيبقى مهم جدا في تاريخ. بس هو رئيس الاتحاد الدولي اعلن ان هو لا الكلام ده لسه في كلام. هو اعلن على السنتين لكن 48 منتخب اعتقد دي مؤتمرة. لا قالك لسه ما زالت المناقشات ساريه نتمنى انهم يرجعوا فيها يعني. طبعا لان 48 نادي ده منتخب هتبقى الدنيا بالنسبه للمنتخب. طيب نرجع للمباراه فنيا ثاني يا كريم. انت اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في نادي الهلال. طبعا نادي الهلال زي ما شفت بنتكلم على ماتش الذهاب ده احنا ده المباراه النهارده نقول ان هم يعني نقيمها بادائهم قدامنا. الشوط الاول فريق مميز جدا 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 على مستوى الضغط وطبعا اكيد احنا بنتكلم في مباراه اتلعبت في توقيت مختلف عن الميعاد اللي هيتعمل فيه مباراه ثانيه وطبعا دي خلاص الساده المشاهدين بقوا طبعا عندهم يعني بقوا خبره في الحته دي. ماتش الساعه 3 العصر احنا فعلا بنعاني فيها ان ده مش مواعيد الماتشات بتاعتنا والساعه 10 بالليل احنا بندي فيها بشكل افضل ولكن مع وضع في الاعتبار دي مباراه جايه في الايام الاولى من شهر رمضان الكريم. وبالتالي انا في وجهه نظري نادي الهلال السوداني جواو موتا هينزلوا بكره ضاغطين النادي الاهلي من الاول طبعا ضاغطين وجهه نظري الشخصيه مش هتحفظه. الراجل بكره ما عندوش ما يبكي عليه هو عنده فرصه واحده هيلعب عليها هينزل يضغط النادي الاهلي وربما يبقى عنده غرض انه يضغطنا زي ما المريخ عمل معانا كابتن اسلام. المريخ لما ضغط النادي الاهلي وقدر يمشي معاه المباراه هدف بهدف وصل اتفضل لا كمل وصلنا لدرجه ايه ان احنا في الملعب ارتبكنا احنا ارتبكنا اول ما لقيت احنا كنا متقدم 2-0 المريخ رجع 2-2 مرينا ببعض الدقائق من الربكه في الملعب لغايه لما الحمد لله عمرو السوليه وقفش عملوا طيب. الوان تو الرائع يبدا ضاغط زي ما كريم بيقول ولا ممكن يسيب موضوع الضغط ده للشوط الثاني؟ لا يمكن هو ممكن يبدا ضاغط لسبب معين ان عايز يخطف بدري يربك النادي الاهلي لان هو برده لو لعب على المغامره بتاعه ان هو يسيب النادي الاهلي يلعب براحته لا النادي الاهلي يبقى فرصه اكبر انه يسجل هدف والتاني لان برضه هو اكيد شاف الاهلي لما لعب المريخ هنا في القاهره اول مباراه يعني يسجل هدفين بعيد عن النادي الاهلي فقط تركيزه في بعض الوقت استقبل هدفين ده المفروض مش هيبقى موجود بكره أوكي. يعني المفروض النادي الاهلي هيبقى بيتدارك ده بشكل او باخر فلا النهارده هو اعتقد ان الريسك بتاع ان هو يسيب النادي الاهلي ويحاول يستدرجه ان هو الماتش مثلا يفضل صفر مقفل عشان يخطف اعتقد ده هيبقى صعب فلا انا اتفق مع كريم ان هو يضغط. واضيف على كلامك كمان حاجه ايمن ان هم منذ ان الحكم هيطلق صفارته عامل الوقت ضد الهلال كل دقيقه بتمر هو بيخسر هو ما بيكسبش كل دقيقه في الماتش بتمر منذ ان الحكم اطلق صفارته الوقت مع النادي الاهلي هو ده بيلعب ضد الوقت فبالتالي انا في وجهه نظري هو قاعد دلوقتي في المحاضره بتاعته اضيع وقت ليه؟ انا استغل كل دقيقه في المباراه والعب كده اسلام فيها مخاطره هي فيها مخاطره السؤال امتى هتاجل المخاطره ولا تبدرها لا ابدرها ليه ابدرها لان انا فعلا محتاج اضغط النادي الاهلي واحطه هو تحت الضغط لان النادي الاهلي ربما
هو يقول يعني في وجهه نظره لما احط النادي الاهلي تحت الضغط تبدو تفتح اكتر بالظبط. فبالتالي انا في وجهه نظري جواو موتا هينزل هيكرر ال 45 دقيقه الاولى اللي لعبوها معانا انا كنت بتفرج عليها النهارده. عملوا جيم هجومي كويس جدا. عملوا ستريتشنج للملعب فظيع بصراحه ولياقته البدنيه كويسه. الفريق ده لياقته البدنيه ممتازه وبالليل في ملعب استاد الاهلي والسلام الامور احسن مختلفه افضل طبعا طبعا, طبعًا. فالنقط دي مهمه جدا. طيب السؤال هنا بقى يا كابتن اسلام, احنا لو هم عملوا كده احنا نعمل ايه؟ احنا في ماتش السوداني يعني لعبنا على مرتدات حتى في كوره كان مطلوب من طاهر محمد, كان الماتش ده بدأناه بطاهر على اليمين, محمد شريف مهاجم واحمد عبد القادر كان هو الجناح والعدم في خط الوسط, وكان محمد شريف ومحمد وطاهر محمد طاهر عندهم تعليمات بالضغط على نادي الهلال هو بيبني الهجمه بتاعته. بالفعل احنا خطفنا الكره وعملنا كام هجمه مرتده في الاول بس ما جابتش نتيجه, ما كملتش بتكمل للاخر بالظبط. انا مش عايز نعمل هجمه مرتده ضد الهلال زي ما حضرتك تفضلت وقلت, لازم ننزل بكره اللعيبه العقليه بتاعتها احنا ما عندناش غير فرصه واحده اكسب اكسب المباراه بس. ليه بس. لما تحط ده التارجت بتاعك حتى ايفن لو اقل تقدير التعادل جه اوكي انت مبسوط انت في امان, لكن ما تلعبش ان انا انزل متحفظ واسيب الهلال واقول لا 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 انزل لعبه جيم مان تو مان فيس تو فيس زي بالظبط كنا بنطلب بيه كيروش لما راح السنغال. اعمل زي ما عملت في القاهره ما تتحفظ. ليه؟ لان انت في كده او كده 90 دقيقه فيها فتره مخاطره. انا في وجهه نظري اخاطر في الاول بدل ما اجل المخاطره والوقت يروح مني في نهايه المباراه. اهم نقاط الضعف بقى في الهلال. الهلال دفاعيا عنده مشاكل دايما في الوقفات بتاعه اللعيبه بتاعته خصوصا لو قدرنا نستغل الحته بتاعه الكرات الثابته دي. فرق السودان دفاعيا بيبقى دايما عندهم فيها مشاكل. لو نفتكر يعني المريخ اعتقد النسخه الاخيره قدرنا هناك لما تعادلنا كان جم منهم من كره ثابته ياسر ابراهيم اعتقد حاجه زي كده. هم دايما عندهم مشاكل في الوقفات الدفاعيه. فلو قدرنا ان احنا النهارده نسجل هدف مبكر فالنهارده كمان انت بتضغطه بشكل اكبر ان هو يفتح خطوطه عشان خاطر هو عايز يعوض ومش عايز يلعب على الفرصه اللي هي بتاعه المكسب بس. أوكي. فالنهارده انت تقدر تضرب خطوط دفاعيه بسهوله. هم ده قضى يعني فرق المريخ كمان واللي هي مشاكلهم دايما دفاعيه في كل المباريات تقريبا اللي لعبوها بيخش فيهم اهداف يعني سواء اللي على ارضهم او بره ارضهم. في الادوار التمهيديه اعتقد الهلال ما كانش بيكسب بره ارضه يعني كان بيخسر حتى مع انديه مستوياتها اقل شويه كان بيخسر بره ارضه وكان بيخش فيه اهداف على طول. فهم عندهم دايما مشاكل في الحته الدفاعيه. فلو قدرنا النهارده تحركات محمد شريف يعني مفترض محمد شريف فريش, احمد عبد القادر فريش, لو الناحيه الثانيه هيبقى فيه طاهر او بيرسي او حسين الشحات اي حد فيهم هو فريش. قفشه نفسه مع المنتخب ما لعبش الماتشين ففريش. فاحنا الجانب الهجومي عندنا كل الناس اللي فيه فريش ويعني هو ده مش اهم لكن هو بيني وبينك لازم كله اهم. لا يعني اقصد ان هم الحركه بتاعتهم يعني مش جايين مجهدين. أيوة. السرعات المفروض ما يبقاش فيها مشكله. جايين من اجازه خدوا اجازه واتمرنوا اسبوع فجاهزين بدنيا. يعني علينا وعليك خلي بالك الاجازه علينا وعليهم. اخر مباراه للهلال السوداني كانت يوم 17 مارس, احنا اخر مباراه لينا كانت يوم 18 مارس. فده معناه ايه؟ احنا الاثنين مريحين اسبوعين بالظبط. هنا دي نقطه خلي بالك, نقطه سلاح ذو حدين بكل امانه. الاجازه الطويله سلاح ذو حدين. ساعات للفرق اللي هي انهكت بدنيا في مباريات كتير زي الاهلي ربما يبقى ميزه اللعيبه فيها عايز تشم نفسها لانه خلي بالك انت كل او معظم اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي معظمها بيلعب في منتخب مصر صح. بس خلي بالك نسمع حاجه. الهلال السوداني في الاسبوعين دول عمل مباراه وديه هناك في السودان اتأجل له ماتشين في الدوري ولعب مباراه وديه واحده. النادي الاهلي فضل الجهاز الفني فضل ان هو يدي 8 ايام اجازه راحه. ايوه ما هو ليه؟ نعم عارف ليه؟ مفيش لعيبه غير ان مفيش لعيبه. أي. ان اللعيبه اللي موجوده اللي هتيجي هتبقى لعبت مع المنتخب. ما هو مين اللي لعب مع المنتخب؟ معظم الناوي طبعا طبعا عمرو سوليه حمدي فتحي ايمن اشرف مين تاني؟ عبد المنعم لعب محمد عبد المنعم بس مش قبل الاصابه يعني وهو مش هيلعب بكره. نعم. وبالتالي ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم فانت بالتالي انت الست القوام الاساسي لو موجود وعلي يعني معلول في تونس وعلي معلول في تونس وديانج لا وديانج كمان في بغفرش ليه ما هو لا يعني ما هو نفس الكلام ما كانش اساسي اعتقد كش لا ما كانش اساسي لا فحتى لا بس الضغط نفسيا انا بلعب باسم بلدي وبتاع يعني قفشه حتى انا بشوف ان قفشه هيبقى مضغوط لانه او كان مضغوط مش بدنيا ولكن نفسيا على الاقل. وبالتالي انت لما ادي 8 لعيبه او 9 لعيبه 9 اعتقد هيكون لهم دور في الملعب.
انا بس كنت عايز ادي مثل للكلام اللي قاله ايمن في نقطه مهمه. نفتكر ماتش الاهلي والهلال يا كابتن اسلام بتاع 1-1 ايام رينيه فايلر لما لعبناهم في ام درمان في الجوله الاخيره، وكان برضو نفس السيناريو. الهلال كان محتاج يكسب والنادي الاهلي كان كان هناك اللي هو الماتش كان فيه مشاكل التحكيم. لا اسف مش التحكيم، الامن في نهايه المباراه. ساعتها فايلر عمل حركه حلوه قوي بدايه المباراه، قال لهم انا مش جاي اتعادل، انا جاي اكسب هنا. الشوط عملنا الشوط الاول حتى قبل الهدف، احنا الهدف جه بدايه الشوط الثاني كان في هجمه ايمن اشرف الوقت ده الشوط الاول ده الشوط الاول كان وان سايد جيم للنادي الاهلي تماما، والنادي الهلال ما عملش ولا هجمه. النادي الهلال ما فيهاش هجوميه في المباراه دي الا بعد الدقيقه 65. طيب هل ممكن نروح لزميلنا كريم احمد نعرف بس اخبار التمرين؟ لان التمرين لسه بادئ من 10 الا ربع يعني، فعايزين نطمن على ملامح القايمه حتى. نعم ولو عنده ملامح القايمه طبعا يعني هو بس هو التمرين لسه شغال. فبما ان التمرين لسه شغال فيبقى لسه القايمه لم يعلن عنها حتى الان. طبعا على اخر الحلقه ان شاء الله يكون تم الاعلان عن القايمه، ونعلن لحضراتكم قائمة النادي الأهلي لمباراة بكرة إن شاء الله من خلال الأهلي في رمضان. خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد. يا كريم ازيك؟ كل سنة وأنت طيب. أهلا بيك يا كابتن إسلام، كابتن الكبير طبعا كابتن إسلام الشاطر، كل سنة طيب ورمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية، وكل التحية طبعا كمان لزمايلنا الأعزاء أيمن جلبرتو وكريم سعيد، ويا رب إن شاء الله يكون يوم عظيم بكرة إن شاء الله يا كابتن إسلام على جمهورنا. يا رب إن شاء الله. ملامح التمرين وإيه اللي حصل والدنيا ماشية إزاي والقايمة ملامحها، يعني احكي لنا شوية قبل ما تقول لنا على القائمه بعد شويه. يعني نقدر نقول يا كابتن اسلام خلاص هو المران الاخير كالعاده طبعا لفريق النادي الاهلي استعداد لمباراه الغد مباراه الهلال. الحقيقه موسيماني والجهاز الفني قاموا بدور كبير جدا في ظل دي الوقت، لان التحضير النفسي كان مهم جدا يا كابتن اسلام. زي ما انت عارف لاعبتنا تحديدا الدوليين كان في تركيز معاهم بشكل كبير، يمكن هم شاركوا في تدريبين وحيدين فقط لغير حاله الاجهاد، يعني اتمنى ان شاء الله ما تبقاش في حاله اجهاد بكره. لكن الجزء النفسي كان مهم جدا لموسيماني تحديدا، كابتن سيد كابتن سامي الكل اكد على المرحله، اكلموا اللعيبه. يمكن طبعا الوحيد اللي يمكن منتعش شويه بشكل كبير جدا هو علي معلول، ما كانش محتاج يكون في اي جلسه معاه او اي حديث معاه، على قد ما كان الاحاديث مستمره جدا مع اللاعبين الدوليين، والخبرات الكبيره بتحسم الامر ده يا كابتن اسلام. فيمكن الكل فصل بشكل كبير جدا، ركز بدوافع جديده برغبه جديده في مباراه الغد. تدريب اليوم النهارده انت عارف يا كابتن اسلام ربع ساعه الاولانيه لكل طبعا وسائل الاعلام اللي كانت حريصه بشكل كبير جدا تكون متواجده قبل المران باكثر من ساعه ونصف ليه تصوير طبعا الفقره المسموحه بيها طبقا للبنود الكافه الخاصه بيه. التدريب كان في الاول طبعا انت عارف الربع ساعه الاولانيه ما بقاش في اي ملامح نقدر نقول عليها، لكن انا عايز اكد لك على التدريب الامس هو اللي كان تدريب قوي جدا. موسيماني اكد على امور عديده جدا، الراجل شغال على انهاء الهجمات، مركز على امور التكتيك. كريم فؤاد كمان ان شاء الله يكون له دور مميز جدا بكره مع التركيز الكبير اللي احنا شايفينه مع بيتسو موسيماني تحديدا مع كريم فؤاد، لان مباراه صعبه مباراه الغد. فان شاء الله باذن الله اي حد بيكون موجود، وانت خبره كبيره وعارف كنجم من نجوم النادي الاهلي كابتن اسلام، اي حد بيكون موجود في ظل دي الوقت وفي ظل ان النادي الاهلي محتاج الثلاث نقاط بعيدا عن اي حسابات اخرى بيأدي ان شاء الله اللي عليه. فالامور الحمد لله طيبه لينا رغم الغيابات ورغم الاصابات، لكن ان شاء الله 11 راجل في الملعب بكره يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. كريم متى سيتم الاعلان عن القائمه للمباراه بكره؟ احنا في انتظار طبعا، يعني فاضل 25 دقيقه او 30 دقيقه بالكثير قوي على انتهاء المران مباشره يتم تحديد القائمه. عندنا طبعا بعض العناصر اللي خارج طبعا القائمه زي ما احنا عارفين، صلاح محسن واحمد نبيل كوكا بدر بنون اكرم توفيق عمار حمدي محمد هاني ورامي ربيعه، منتظرين كمان اما ينتهي المران، لان انت عارف يا اسلام في مستجدات كثيره جدا ممكن تحصل في التدريب، لكن ان شاء الله باذن الله. محمد هاني ليه بره القايمه يا كريم؟ محمد هاني يعني انت عارف مرة تدريبه واحده ولسه مش بره القايمه، احنا بنقول على الورق يعني مظبوط عشان هو تمرينه واحده بس اللي خدها يعني. بالظبط ممكن يكون متواجد يبقى ليه دور، لكن يمكن دي الاسماء اللي مطروحه حتى هذه اللحظه اللي مش كامله بشكل كبير او مش جاهزه بشكل كبير فنيا او طبيا، لكن ان شاء الله باذن الله اللي متواجد في القايمه يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، وسر النجاح وسر عظمه النادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله اللي يكون متواجد كالعاده في استاد الاهلي والسلام المؤازره والمسانده، ويا رب ان شاء الله تكون الثلاث نقاط وتكون مباراه دور الربع النهائي ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد مراسلنا من ملعب التتش في النادي الاهلي، وبعد قليل طبعا او يعني لما تظهر القائمه هنجيب كريم مره اخرى علشان يقول لنا على قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. لو جينا نتكلم عن المباراه مره اخرى ولو هنضع تشكيل، لانه يعني هو ادانا الملامح لان هم واحد او اثنين اللي ممكن نتكلم فيهم، يعني اعتقد هو محمد الشناوي مفيش جدال عليه. يعني وجهه نظري ان بلاش مخاطره بعبد المنعم، موضوع الماسك ده تحديدا لان هو نتكلم في كسر حتى في الانف مش مجرد اصابه عاديه يعني. وهو كمان نزل لعب عليها، كان المفروض ان هو يعني على طول ما ينزلش يلعب شويه. فياسر ابراهيم وايمن اشرف
هم الاقرب ان يبقوا في قلب الدفاع. علي معلول وكريم فؤاد باك ليفت وباك رايت. وجهه نظري برده ما اعتقدش حمدي فتحي ممكن يبقى عنده القدره ان هو يلحق المباراه دي بعد اصابته في الكتف، يعني حتى لو جاهز يعني ما اعتقدش الافضل يبقى موجود لو متاح ورقه. فيبقى لي ديانج وعمرو السوليه، قفشه واحمد عبد القادر. الحته اللي هي اليمين دي يعني لو بيرسي تاو مش جاهز لسه 100% يبقى الافضل طاهر محمد طاهر، لان هو يعني الاكثر حضورا في المباريات الاخيره. وفي الهجوم طبعا محمد شريف اللي هو هداف النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، 4 اهداف منهم 3 في دور المجموعات، 50% من اهداف الاهلي في دور المجموعات هو اللي مسجلها محمد شريف، 3 من 6. واعتقد هو محتاج برده مباريات زي دي، لان الفتره الاخيره كل ما بيتالق للاسف بيلاقي نفسه بره المنتخب فبيبقى هو رد في الملعب. فنتمنى ان مباراه زي دي تبقى برده فرصه ان احنا نشوف ان هو بيسجل اكتر من هدف ان شاء الله. يعني كريم اتفق مع 90% من اللي قاله ايمن، هو بس الاختلاف الوحيد اللي ربما اشوف ان البدء بحسين الشحات يكون افضل. ليه؟ لان انا في وجهه نظري جواو موتا هيبدا يلعب ضغط عالي، وبالتالي يعني الضغط العالي هيجبر ان هو يلعب بهاي لاين ديفنس، فبالتالي هيوقف الخط الدفاع بتاعه فيما يقرب يعني من منتصف الملعب، وبالتالي يبقى في مساحات خلف الفول باكس هنحتاج فيها سرعات. اعتقد حسين الشحات واحد من اللعيبه اللي بيقدروا يستغلوا المساحات. كمان حسين الشحات دفاعيا مميز جدا، عارف ان الجمهور ربما يكون في بعض النقاط على الشق الهجومي، لكن حسين الشحات بكل امانه الارقام والمباريات بتؤكد ان هو واحد من افضل الاجنحه اللي بيقدر يرجع للدفاع بشكل جيد. فبشوف حسين لو بدا يبقى شكل فرصه كويسه ان نستغل المساحه اللي خلف الفول باكس بتاعتنا الهلال. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. شكرا جزيلا يا كريم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا يا ايمن، كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد الفاصل نور النبي. نور النبي فريق الانشاد الديني لصاحبه ومؤسسه الحقيقه عبد الله بكير، هيكونوا معانا على الهواء مباشره للاحتفال باول ايام شهر رمضان المبارك من خلال شاشه قناه الاهلي. فريق الانشاد الديني نور النبي بعد هذا الفاصل.